يمتاز الصينيون بمفاهيم خاصة في علم الجمال والأخلاق مثل تجمع أفراد الأسرة والسعادة. إن تجمع أفراد الأسرة أجمل أمنية للصينيين على الدوام. أما حفلات الزفاف فهي جزء مهم من حضارة الأمة. إذا نظرنا من كشجر إلى الجنوب الغربي يمكننا أن نرى هضبة بامير التي تلقب بأصل الجبال وسقف العالم. طاش كو أرغان هي مسقط رأس النسر الجبلي في الهضبة، ويعيش فيها معظم أبناء قومية الطاجيك. في قرية وأر شيديه تتجمع النساء لإعداد فطائر باو أر ساكو التقليدية لحفل زفاف العريس علي فوشيا. النساء كبيرات السن هن اللواتي يصنعن باو أر ساك. نظرا لإضافة الكثير من الزبد والسكر في الدقيق يصبح تدليك العجين أصعب. إن الجو معتدل والأبقار والأغنام دسمة في هضبة بامير في شهر أكتوبر. يعتقد الطاجيك أن هذا الوقت هو أفضل موسم لإقامة حفلات الزفاف. حفلة الزفاف الطاجيكية مدهشة ورسمية، وتشتمل على العديد من العادات والتقاليد غير الواضحة للشباب، فيشرف عليها الكبار في الأسرة والجيران. يقطع العجين بعد تدليكه إلى قطع صغيرة ويكبس في فتحات كبيرة ليكتسب شكلها، ثم يقلى حتى يصبح ذهبي اللون. يعتبر باو أر ساك اللذيذ طعاما ضروريا لحفل الزفاف لدى قومية الطاجيك. يجب على النساء إعداد 400 من فطائر باو أر ساك لتقديمها إلى الضيوف. يجري التجهيز لحفل زفاف آخر في مركز محافظة مولاي على بعد 280 كيلومترا من أوروموتشي. دعت هذه الأسرة التي تعيش في قرية شي جي آر أهل القرية للتجهيز لحفل زفاف ابنها. (تصفيق)
مثل جميع حفلات الزفاف التقليدية في قومية خان، من اللازم أن تشتمل أعمال التجهيز على ذبح الدجاج والغنم وغسل الخضروات. ينشغل الناس بهذه الأعمال. جان خوي جين والدة العريس، امرأة مجتهدة، تدعو الكثير من الناس للمساعدة في تجهيز حفل زفاف ابنتها اعتمادا على الصداقة الحميمة معهم لسنوات عديدة. من الصعب على الأقارب والأصدقاء أن يتجمعوا على الدوام، فيستغلوا هذه الفرصة لتعميق العلاقات بينهم. بالنسبة إلى الصغار، لم يروا حفل زفاف تقام فيه الولائم في المنازل، لم يروا هذه المناسبات إلا في الطفولة. يرجع تاريخ مركز محافظة مولاي إلى سنوات طويلة، وهناك أساطير وحكايات شعبية عديدة عنه، مثل جولة ملك جومو وفتوحات سان ليخوا في الغرب. في وقت الفراغ يحب الناس العزف على الآلة الموسيقية والغناء. في المناسبات الكبيرة مثل حفلات الزفاف، يصبح العرض الكبير الذي تقدمه فرقة مسرحية أفضل مكافأة للناس المجتهدين في العمل. يسلق قدر كبير من ساوتسو بعد يوم حافل بالعمل. يأكل الناس شعرية ساوتسو اللذيذة ويتطلعون إلى نجاح حفل الزفاف في الغد. في هضبة بامير يدخل حفل الزفاف لقومية الطاجي اليوم الثاني. يقع منزل العروس ياتسورا في قرية تيتسينافو على بعد 5 كيلومترات من قرية وايرشيديه. يذبح الرجال ياكا وخروفا لاستقبال الضيوف. تضع النساء الدقيق بين يدي الإمام طلبا للبركة. بعد ذلك ينثرن بعض الدقيق الذي يحمل بركات الإمام على جدران المطبخ طلبا للسلام. يستخدم باقي الدقيق لإعداد طعام تقليدي طاجيكي هو هاكسو. يستخدم الحطب في إشعال الكانون أو الفرن، ثم يضاف روث البقر الجاف. بعد تسخين الفرن إلى درجة الحرارة المناسبة، يوضع الزبد في القدر فوق الفرن ليذوب في بطء. إن إضافة الدقيق هي مفتاح إعداد هاكس. يحتاج هذا الخليط من الدقيق والزبد لأربع نساء في نفس الوقت لخلطه بشكل متوازن. تنساب المياه في الزبد تدريجيا، تزداد الرائحة. يجب على النساء مراقبة لون الخليط حتى يصبح بنيا. يسمى هاكس بخليط الزبد ايضا، وليس له طريقة اعداد ثابتة. من العادة ان تتوارث نساء الطاجيك اسلوب صنعه من الامهات. يصنعن هاكس اعتمادا على اذواق عائلاتهن. بسبب ذلك يختلف طعم هاكس من اسرة الى اخرى.
يمكن أن يكون حلوا أو مالحا. يؤكل هاكس مع نان بعد أن يصبح باردا. يحمل الرعاة هاكس ونان كطعام عندما يذهبون إلى الرعي. في هذا اليوم تدعى أكثر النساء خبرة في الأعمال المنزلية في القرية من قبل عائلة العروس لصنع نان. ليس نان أهم طعام للطاجيك فقط، بل هو رمز لازدهار الأسرة. لدى الطاجيك قول ذائع: المكان دون نان ليس منزلا. في اليوم الثالث من حفل الزفاف تخلع العروس الحجاب، وأول شيء تفعله في بيت زوجها صناعة نان، وهي أيضا الخطوة الأولى لاندماجها في الأسرة الجديدة. يضاف الزبد على نان. سيتم إرسال هذا النان مع الخروف والحلوى إلى منزل العريس كهدية. ستذوق عائلة العريس نوعية هذا النان وتقيمه في يوم حفل الزفاف. يبدأ حفل الزفاف منذ الصباح عندما يعود فريق استقبال العروس إلى منزل العريس. تؤدي جان خويتن رقصة يانغ مع أهل مولي. تبدأ الولائم رسميا بعد حفل الزفاف. تستقبل هذه الولائم التي لا تزال تحظى بإقبال في الريف الصيني العديد من الضيوف. فبالإضافة إلى الأقارب والأصدقاء، يحضر العديد من الجيران المقربين حفل الزفاف، ولذلك تصبح الولائم جميلة ومميزة. ربما ليست هذه الولائم فاخرة مثل المدن، لكنها تحتوي على مختلف المأكولات من قوميات خان، الطاجيك، وخوي والويغور، وهي أيضا أرخص في التكلفة وتتماشى نكهاتها مع أذواق الضيوف أكثر. إنها بمثابة دعوات مخلصة بالبركة والخير للعروسين. في هذا الصباح المشمس يدخل حفل الزفاف الطاجيكي اليوم الثالث وهو الأهم. قبل إقامة حفل الزفاف من اللازم أن يرقد العريس والعروس في السرير في المنزل على انفراد، ويلتحفا بلحاف سميك حتى يتعرقا كثيرا. يحيط الأطفال بهما، ذلك يرمز إلى كثرة أطفالهما في المستقبل.
حفل الزفاف تبدأ الاحتفالات. يندي هو روح رقص وموسيقى قومية الطاجيك، أما رقصة النسر فهو العرض الطاجيكي في الأعياد وأمسيات الأسرة. يستلهم هذا الرقص حركات النسر في المحتوى والشكل، ويمثل الحرية والشجاعة لقومية الطاجيك. في الغرفة تبدأ النساء بإعداد لحم الياك. يوفر لحم الياك ذو البروتين العالي والدهن المنخفض الطاقة الوافرة للطاجيكيين الذين يعيشون في الهضبة. لحم الياك أفضل طعام يقدم للضيوف في قومية الطاجيك. تشتهر المرأة الطاجيكية بالبشرة البيضاء وصحة الجسم والوجه الجميل. في يوم حفل الزفاف تكون العروس أجمل في فستان الزفاف. عندما يصل العريس إلى منزل العروس ينثر كبار السن الدقيقة على العريس وعائلته كنوع من البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على العروسين أن يأكلا نفس اللحم ونان والملح ويشربا نفس الماء، ما يرمز إلى الحب الأبدي، كما يتبادلان الخاتمين المعلقين بالوشاحين الأحمر والأبيض. يمثل الأحمر الزبد ويمثل الأبيض اللبن، وذلك يمثل السعادة والرفاهية لحياتهما في المستقبل. في أغسطس تدخل أوروموتشي أفضل موسم للسياحة، ويدخل شيبين الوقت الأكثر ازدحاما بالعمل في العام. نشأ شيبين البالغ من العمر 40 عاما في أوروموتشي، عمل في مجال السياحة بعد تخرجه في الجامعة. في صيف هذا العام الشيء الذي جعله أكثر انشغالا ليس استقبال وتوديع الأفواج السياحية، إنما هو تجمع زملائه في المدرسة الثانوية بعد 20 عاما. إن الضيفة التي سيقابلها في المطار اليوم هي بورون، زميلته القديمة التي تعيش في شنغهاي منذ أكثر من 10 أعوام. لا يوجد إحساس بالغربة بين شيبين وجورون، لكن جورون تشعر ببعض التغير تجاه هذه المدينة التي تتطور باستمرار. بالنسبة إلى هذه المجموعة من الأشخاص الذين ولدوا في منتصف 70 القرن 20، فإنهم يمرون بأشد مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي في الصين، ويختار معظمهم البقاء في شينجيان ويعيشون ويعملون مع أطفالهم، ويختار البعض العودة إلى مسقط رأس آبائهم أو حتى الذهاب إلى الأماكن النائية والغريبة لبدء حياتهم. مهما تكن الأماكن التي يقيمون فيها، يستعيد الزملاء القدامى في تجمعهم أجمل الأوقات في مرحلة الشباب مرة ثانية. لكن الغداء في مطعم بانميان
أو الشعرية بالصلصة هو أفضل وسيلة لهم ليعودوا من الذكريات إلى أرض الواقع. يحدد شيبين موقع تجمع الزملاء في يلي. تقع يلي في شمال جبل تيانشان وفي نفس خط العرض مع بروفنس في فرنسا، لذلك تتشابه ظروف المناخ والتربة بينهما. يلي هي مسقط رأس الخزامى في الصين، وقد أدرج خزامى شينجيان مع الأنواع الثمانية الأكثر شهرة في العالم. الخزامى يستقبل الضيوف من أنحاء العالم بوجهه الأرجواني الجميل. بالنسبة إلى العديد من الزملاء الذين يعودون إلى شينجيان مثل غو رونغ، فإن الشيء الأكثر توقعا هو أن يتمتعوا بالمرج الكبير والخزامى. 就是回到这里就感觉我真的是属于这里的，就全身心放松，因为上海那个城市人会觉得压力非常大，但是回到这里就会觉得真的是回到了自己原本属于自己的地方，而且在那边的时候其实最想最想的就是这边的好吃的东西，比如说拉条子啊，比如说凉皮啊，烤肉啊，还有这边炒米粉我也很喜欢吃，所以在那边的是在上海的时候这些东西真的很难找到。 就是反正特别想呢，最后的结果就是经常会自己在家里面做一点，但再怎么做也做不出这边新疆的味道，所以非常非常的想念。其实我觉得，不论到什么年纪，到什么时候，新疆都是我最最最最最最难忘的一个故乡。 وراء كل تجمع توجد رغبة الناس في حياة أفضل، ويحمل كل حفل زفاف أملهم من جيل إلى جيل. إن بعض الناس في شينجيان يذهبون إلى أماكن بعيدة، لكنهم يعودون إليها مثل الطيور المهاجرة في كل موسم باشتياق، ليتمتعوا بحب العائلة والأرض. أما المزيد من الناس في شينجيان فهم ينشؤون فيها ويفخرون بهذه الأرض الواسعة، تعاود روح صحراء جوبي والحور الفراتي قلوبهم. كما كتب كاتب شينجيان شين وين، تحت المظهر الجامد القاسي في المنطقة الغربية توجد منطقة غربية أنثوية رقيقة. في عيون أهل شينجيان تتمتع هذه الأرض بالجبال الثلجية الكثيرة والمروج الجميلة، وهي أجمل مكان. هذه هي شينجيان، فيها الفواكه العطرة والأطعمة اللذيذة التي لا تحصى. مهما يكن المكان الذي يذهب الشخص إليه، ومهما يكن العالم متغيرا، ترتبط الصحراء بالواحة، يعبر النهر الجبال، وترتبط الدماء التي تسري في العروق بالأحلام. روح شينجيان باقية، هذه هي شينجيان.